من خلالكم نزف يعني كل تحياتنا لسكان الولايات ونهدي لهم يعني عيد سعيد مبارك. ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني يجري في ظروف يعني حسنه ما دام يعني اخذنا كل الاحتياطات خاصه من جانب يعني تزويد المواطنين بالمياه صالحه للشرب وتامين كل يعني مساجد الولايه. اذا سانحه ليكرر وعود عيد سعيد مبارك لكل سكان ولايه عنابه بالصحه والهنا ان شاء الله.